للجزائر. بالنسبة للتتويج أعتقد أن دورة مثل هذه هي دورة بطولية ولازم اللاعبين يكون عندهم إرادة قوية زيادة على الأمور الفنية وتكتيكية، ولكن نقول أن الجانب الكبير اللي طغى على الفريق الوطني هو الحضور في كل المقابلات من البداية إلى النهاية. نظن هذه فرحة كبيرة، والشعب الجزائري أيضا والكرة الجزائرية محتاجة إلى انتصارات مثل هذه. مبروك علينا، وإن شاء الله الكأس العالم وكأس إفريقيا. ما ننساوش أيضا مولى المطعم عماد اللي في من خلال تنقل تاعنا إلى بن عباس في إطار مهمة توقفنا تغدينا هنا في الريستورون تاع سي عماد، وأتاح لنا الفرصة باش نشوفوا هذه المقابلة لأن كنا في منتصف الطريق. نظن كان فال خير علينا والحمد لله، وإن شاء الله الانتصارات أخرى للجزائر. الحمد لله على الفوز، مبروك لكل الشعب الجزائري. يعني مباراة عشناها على الأعصاب، دورة كاملة عشناها على الأعصاب. أجمل المقابلات كانت مقابلات الفريق الوطني، يعني أداء بطولي رائع وفرح الشعب الجزائري. شكرا لبقرة، شكرا للفريق الوطني، وشكرا لكل الجزائريين. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. بصحتنا وفي فلاجيني، 1 2 3 في فلاجيني. عقبة للربي. نشكر الشعب الجزائري اولا والشعب الفلسطيني ثانيا، باسكو هادوك خاوتنا بصحتنا بصحتنا. وشكر الخاص للفريق الوطني والمجيد بوقرة، انت ماجيك وتقعد ماجيك. تحيه الجزائر. السلام عليكم. مبروك علينا الفوز، احنا ما بحناش فلسطين بحد، خاطر كاع لاجيري وفي خاطر كاع فلسطين. وتحيه احنا وتحيه لاجيري، كلشي مبروك علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفوز اللي فزنا به ان شاء الله بربي ندور فلسطين. تحيا فلسطين، الله اكبر. يعطيكم الصحه، فرحتونا، وهذه الكاس راهي هديه خاوتنا فلسطينيين. الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم بوغ تو لي جارجيليان. اليوم فرحتونا في الميدان، يعطيكم الصحه. كلشي بالبركه علينا، كل عام ان شاء الله، الله يحفظكم. نشكر المنتخب الوطني اللي حقق لنا هذا الفوز هذا، وفرحنا وفرح كاع هذا الجمهور هذا اللي راكم تشوفوا، وهذا الدراري هامينا هامينا. نشكر المنتخب الوطني اللي فرحنا، ونشكر بالله اللي بزاف بزاف. منا حنا ندوها دراع، حنا احرار جبناها تاع الدم، ندوها ندوها دراع. تحيه لاجيري، تحيه لاجيري، حنا ندوها. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر. بقرة فرحتنا كيما فرحنا بالماضي، وان شاء الله كوب دافريك الجايه ان شاء الله.
بصحتكم وبصحتنا. خويا كلشي مبروك علينا هذه الفرحه وعقوبه ان شاء الله بربي كوب دي موند وبارك اليوم فيهم لي جوار ويعطي الصحه ابو قره. جيري ومازال كوب دافريك ان شاء الله في الكاميرون. 1 2 3 تحيه فلسطين، فلسطين في القلب خويا. نشكر المنتخب الوطني على هذا الاداء وعلى هذه البطوله الروح الرياضيه، ونشكر بلايلي، نشكر سعيود اللي مارك لنا هدف جميل، نشكر المنتخب الجزائري على الاداء اللي اداوه، والحمد لله يا ربي كانت الاميه تاعنا باش نحققوها، بصح الحمد لله في اخير ان شاء الله بربي كوب دي افريقيا كوب دي موند. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر المنتخب الوطني على هذا الاداء، ونشكر الجمهور الوافي اللي كان حاضر بقوه. قولوا كلمه المنتخب التونسي، ربي يعوض، ما تحبسش لهنايا، مازال كاين وكاين وكاين، وانتم ثاني خاوتنا ونرفدوها كاع بربي ان شاء الله. نشكر المنتخب الوطني على هذا الفوز، كان خاصنا فوز، يعني فرحه الله يعطيكم الصحه، وعقوبه ان شاء الله كوب دافريك ولا كوب ديمون ان شاء الله بربي، وجزيل الشكر لكاع ليكيب. فيفا لاجيري 1 2 3 فيفا لاجيري. المنتخب الجزائري هذا الانتصار الثامن. نشكر كل اللاعبين وخاصة شتي اللي عطيه الصحة كان في المستوى اليوم. راني فرحان بهذا الفوز العظيم وبصحتنا وبركة علينا، عقوبة قال حاجة شابة إن شاء الله، بصح البونت التالي هبال، عقوبة لكوب دافريك. احنا الجزائر، مبروك للجزائر.